طبعا استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة، والكلام الطيب كثير، وإن الأمة الإسلامية في هذه الأيام تحتفل بميلاد سيد الخلق، تحتفل بميلاد سيد الخلق، دقيقتين مع سيد الخلق. أعرفك أربع حاجات عشان تحتفل بسيد الخلق، أربعة كمالات للاحتفال بسيدنا رسول الله، أربعة كمالات. أول حاجة التعلق بحضرته، التعلق بسيدنا رسول الله. ثاني حاجة التشوق لرؤيته، تشوق لرؤيته. ثالث حاجة العمل بسنته. رابع حاجة الخدمة لأمته. فهمت الحاجات دي؟ أول حاجة التعلق بحضرته، التعلق برسول الله، والتشوق لرؤية رسول الله، التشوق لرؤية رسول الله. ثالث حاجة العمل بسنة رسول الله. طبعا في واحد متعلق ومتشوق ولا يعمل بسنة رسول الله، وفي واحد متعلق ومتشوق ويعمل بالسنة ولا يخدم أمة رسول الله. يبقى لازم الأربعة كمالات دول موجودين فيك عشان تتذكر وعباد الرحمن، اللي هو قرأها فضيلة الدكتور عبد الناصر حرك. شوف الآيات بتقول إيه، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقيام، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام إنها ساءت مستقرا ومقام، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أنت من عباد الرحمن ولا مش منهم؟ التصفات دي متوفرة فيك ولا ايه؟ انت متوفر فيك التواضع؟ يمشون على الارض هونا، متواضع، واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اي قالوا قولا يسلمون فيه من الاذى. يا عم ربنا يسامحك. وشغلتهم ايه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. حد بيصلي فيكم قيام الليل؟ حد بيصلي فيكم قيام الليل؟ حد بيصلي فيكم قيام الليل؟ والذين يبيتون لربهم، لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ايه، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما، اي ملازما لصاحبه، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، لا هو مبذر ولا هو بخيل، وسط ما بين الاثنين، وكان بين ذلك قواما، اي وسطا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إن عملت الحاجات دي كلها تدخل النار مخلد فيها، مخلد إن عملت الحاجات دي. وأول حاجة ما تعملهاش أن تشرك مع الله شيئا، اوعى تشرك مع ربنا حد، لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب ويخلد، أي مخلد في جهنم ذليلا حقيرا لأنه عصى الله تبارك وتعالى. إلا، شوف الرحمة من ربنا بقول إيه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. إيه اللي بيحصل؟ فأولئك ربنا بيقبل توبتهم، بس يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده ربنا مش بيقبل توبتك بس، ده يبدل السيئة حسنة، لأنه غفور ورحيم وكريم وعظيم.
وكان الله غفورا رحيما. نعيش مع القرآن. طبعا القرآن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. انت فاهم الآية دي؟ فاهمها؟ يعني ايه؟ إذا ذكروا بآيات الله تبارك وتعالى لم يخروا عليها أي لم يخروا ساجدين دون تفكر وتدبر في آيات الله. صما يعني لا يسمعون، عميانا أي لا يبصرون، لكنهم لم يخروا عليها صما، لكنهم يخرون سجدا لله واعين بما قاله الله، مبصرين وعالمين بما قاله الله في كتابه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها. شوفوا الخلود الأولاني والخلود الثاني. ومن اللي هو الآية الأولانية ماشي، ويخلد فيه مهانا، الثانية خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. القرآن الكريم يا سادة لابد أن تتدبر تتدبر. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إيه هجران القرآن يا جماعة؟ هجران القرآن إن أنت ما بتقرأوش. طب أنا بقرأه يا عم الشيخ. ما بتتدبروش. طب أنا بتدبره يا عم الشيخ. ما بتعملش به. ثلاث حاجات هم. القرآن الكريم، أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفوح بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان، هو حبل ربي للوجود جميعه جمع الأمور وصاغ كل بيان، وتكفل الله الحفيظ بحفظه ليعيش صرحا كامل البنيان، من عند ربي قد أتيت مفصلا وبقيت وحيا دائم التبيان، فبذكر حرفك تطمئن قلوبنا وبعلم نحوك يستقيم لساني. نعيش مع الختام وفضيلة الدكتور عبد الناصر حرك، محرك القلوب وملك المقامات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بتوع ايه؟ الهند. الهند؟ يا ربنا يتقبل. ما غرك بربك
ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. صلوا على سيدنا النبي. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك
فعلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما. كراما 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 كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما كما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ بصوته العذب الرتراق تجد البلابل على الأقصار. إذا مررت بصوته قف شوقا وقل اشجني يا كروان. العفو العفو. الله أكبر. كبر الله منك شوقا. محمود.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلى الله عليه وسلم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
حاضر. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب بك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وبارك عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلوا عليه فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحيم إنا
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم.